رد النائب فادي كرم على كلام النائب ميشيل عون الأخير عن سعيه في دول العالم كي يحصل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على جائزة نوبل للسلام، معتبرا أن من يريد الكلام عن منح جوائز نوبل يجب أن يتمتع بالمصداقية لا أن يكون حاملا للرقم القياسي في الهروب والتناقضات. اللي بده يحكي بأن جائزة نوبل بده يكون ثابت بقراراته وبأراءه السياسية الوطنية، مش تارة الميليشيات منا منيحة لأن هي عائق أمامه تيستلم السلطة، وتارة بتصير الميليشيات منيحة لأن هي وعدته يستلم السلطة. اللي بده يحكي بجوائز سلام بده يكون هو عنده شيء قدمه للسلام وللإنسانية وللوطن وللمجتمع، ما يكون عم بيغطي حليف لإله تعدى على الوطن وعلى الوطنية وعلى المجتمع وعلى مجتمعات وعلى طوائف لبنانية.